في وقفة رجل واحد تقف القبيلة اليمنية على مر العصور للدفاع عن الوطن، وها هي اليوم تسجل امتدادا لذلك الوقوف في مواجهتها للعدوان السعودي الأمريكي الذي يستهدف اليمن الأرض والإنسان. في وقفة رجل واحد يقف أبناء مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء ومع باقي أبناء شعبنا اليمني البطل ضد العدوان الغاشم، مؤكدين جهوزيتهم الكاملة للدفاع عن الوطن وإعلان النفيل العام في المديرية. إيرانها وكسرت يوم الوغى مرانها، قل للوصية أقبلت قحطانها، فادعوا بما تكفيك همدانها، فنحن بنوها وبنو إخوانها، مستعدين نضحي بأولادنا وبدمائنا وبأموالنا بما أوتينا من قوة ضد العدوان وضد أي واحد يحاول تخريب الوطن. هذا الجمع الذي اجتمع في قبيلة أرحب تعلن نفيرها العام ضد العدوان السعودي الذي وصل ظلمه إلى انتهاك منازل المواطنين على رؤوسهم، والذي طغوا في هذه البلاد وبغوا، وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين أصابهم البغي هم ينتصرون، فلا بد للنصر من هذه من هذا العدوان. استمعت اليوم قبائل أرحب كبيرها وصغيرها عاقلها ومعقلها، أولا في وقفة ضد العدوان، وقفة بعنوان أمريكا تقتل الشعب اليمني. أرحب اليوم تقول للمرتزقة وللجبناء وللعملاء أننا صفا واحدا ويدا واحدة ضد أي مخرب، ضد كل خارج عن الصف، ولن نحيل ولن نميل عن خطى آبائنا وأجدادنا. هنا لا تراجع تخاذل، فالجميع جاء من معظم مناطق أرحب مدججين بمختلف الأسلحة للوقوف أمام أي غاز والدفاع عن وطننا الغالي، وكذا مدوا الجبهات بالمقاتلين. أقول للغزاة الذين يتوافدون على اليمن أن اليمن مقبرة الغزاة، هذا أولا، وأن لا مكان لهم في أرض اليمن، وأرض اليمن سوف تنبذهم كما ينبذ البحر الميتة. ونعدهم ونقول للمرتزقة نعدهم بإنا لهم بالمرصاد وإنا إلى آخر رمك سوف ندافع عن هذا الوطن. أننا صامتون وثابتون في بيوت الجبال، وأنه لو تزحزحت الجبال فلن نتزحزح، ونقول لكل عادي وكل غازي وكل من يريد احتلال اليمن أن اليمن مقبرة الغزاة من سابق ومن لاحق ومن بعده، ونحن جاهزون بزادنا وزنادنا وعتادنا لقتال الطواغيت، طواغيت العصر المتجبرين المتكبرين، وسوف نقاتل حتى لا آخر لحظة من دمائنا.